السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من زوايا الحدث. هذه الحلقه سنخصصها لمتابعه مستجدات الوضع الميداني في محافظتي شبوه وسقطرى. سقط عدد من القتلى والجرحى في اشتباكات بين قوات الجيش والامن وميليشيات النخبه الشبوانيه المدعومه من الامارات في محافظه شبوه. وقالت وكالة الأناضول نقلا عن مصدر محلي أن الاشتباكات لا تزال متقطعة بين الجانبين، وأسفرت عن مقتل 3 من قوات الجيش والأمن وإصابة آخرين من قوات النخبة، مشيرا إلى أن الاشتباكات جاءت بعد محاولة ميليشيا النخبة السيطرة على مرافق حكومية في مدينة عتق. التطورات الجديدة في شبوة جاءت بعد ساعات من أحداث جزيرة سقطرى التي تمكنت فيها قوات الشرعية من تفويت الفرصة على قوات الحزام الأمنية التي أرادت السيطرة على منشآت المحافظة. إذن مشاهدينا، نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: إلى أين يمكن أن تقود الأطماع الإماراتية الوضع في اليمن؟ وإلى متى ستظل الشرعية صامتة أمام مشروع الإمارات الذي يستهدف تمزيق البلاد؟ نتابع هذا التقرير ومن ثم نبدأ النقاش. شبوة أحد أمكنة التواجد الإماراتي، أضحت مسرحا للمواجهات والاقتتال في إطار السعي الإماراتي الحثيث لتوسيع مساحة نفوذه في اليمن. المعلومات القادمة من المحافظة المعزولة جنوب شرقي اليمن تفيد بسقوط عدد من القتلى والجرحى في اشتباكات بين قوات الجيش والأمن وميليشيات النخبة الشبوانية، أحد الأذرع الإماراتية العسكرية. وكالة الأناضول قالت نقلا عن مصدر محلي إن الاشتباكات لا تزال متقطعة بين الجانبين، وأسفرت عن مقتل 3 من قوات الجيش والأمن وإصابة آخرين من قوات النخبة، مشيرا إلى أن الاشتباكات جاءت بعد محاولة ميليشيا النخبة السيطرة على مرافق حكومية في مدينة عتق. التطورات الجديدة في شبوة جاءت بعد ساعات من أحداث جزيرة سقطرى التي تمكنت فيها قوات الشرعية من تفويت الفرصة على قوات الحراك التابع للإمارات التي أرادت السيطرة على منشآت المحافظة ابتداء من الميناء. اللجنة الأمنية في الجزيرة حذرت الجهات التي تدفع للاعتداء على منشآت الدولة والممتلكات الخاصة بتحمل نتائج ما يحدث، داعية المكونات السياسية والاجتماعية في الجزيرة إلى التصدي لهذا الاعتداء للحفاظ على الأمن والاستقرار. إذا نبدأ النقاش مشاهدينا، وأرحب بضيفي سيكون معنا من الرياض مستشار وزير الإعلام السيد مختار الرحبي. سيد مختار، مساء الخير. أهلا وسهلا، مساء الخير عليك وعلى المشاهدين الكرام جميعا. أهلا بك سيد مختار. إذا تطورات في المشهد اليمني مؤخرا، اشتباكات في سقطرى وأيضا في شبوة، يعني أنتم كحكومة شرعية يعني كيف تتابعون هذه الأحداث وتطورات التي تحصل مؤخرا؟ طبعا الأحداث الأخيرة التي حدثت في محافظة سقطرى وفي شبوة لا يمكن توصيفها إلا بمحاولات انقلابية تقوم بها ميليشيات مرتبطة بدولة الإمارات وتتلقى الدعم والمساندة من دولة الإمارات، تحاول فرض أمر واقع جديد في هذه المحافظات، في محافظة سقطرى وكذلك في محافظة شبوة. بالتالي نحن أمام مشهد جديد، أمام وضع معقد، أمام يعني إراقة للدماء وحرك للمعركة الأساسية في اليمن، من معركة كان المفترض أن تكون ضد ميليشيا الحوثي إلى معركة ضد الحكومة الشرعية. بالتالي كان موقف الحكومة معلن من قبل محافظ محافظة سقطرى وهو يمثل الحكومة الشرعية في المحافظة، كان موقفه قوي وشجاع، قام بإرسال حملة عسكرية إلى القوات المتمردة والميليشيا المتمردة التي حاولت السيطرة على مكان استراتيجي وسيادي وهو ميناء سقطرى. لا أحد يدري ما الذي كانوا يريدون من السيطرة على الميناء، هل كانوا يريدون إنزال أسلحة، هل كانوا يريدون إنزال أشياء ممنوعة، هذه أشياء طبعا ممكن الحديث عنها في سياقات أخرى. أما ما يحدث اليوم في محافظة شبوة فهي أيضا يأتي في هذا الإطار، في إطار مخطط عدواني، مخطط إجرامي للنيل من مؤسسات الدولة وإحلال ميليشيات مرتبطة في الخارج تنفذ أجندة دولة خارجية. للأسف الشديد أنها أصبحت تمثل عبء كبير على
التحالف العربي، لأنها انحرفت عن التحالف العربي وانحرفت عن أهداف التحالف العربي الذي جاء لهدف واحد وسامي وهو إعادة الشرعية واستعادة الشرعية. لكن للأسف الشديد ما تقوم به دولة الإمارات اليوم هو محاولة للنيل من الحكومة الشرعية لاستهداف الحكومة الشرعية لاحتلال كل المؤسسات التي هي تابعة لمؤسسات الدولة والشرعية في سقطرى وكذلك في شبوة. نعم، إذن ابقى معي سيد مختار، وأرحب بضيفي من عدن، سيكون معنا الكاتب الصحفي منصور صالح. سيد منصور مساء الخير. مساء النور. اهلا بك سيد منصور. يعني تتابعون انتم ما يحدث مؤخرا، هناك اشتباكات في شبوه ومحاوله للسيطره على اقسام الشرطه ومبنى المحافظه، وهناك ايضا قبلها محاوله للسيطره على ميناء سقطرى. ما تقييمكم لما يحدث في هذه المحافظتين؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. نحن كجنوبيين نعتقد انه معركتنا الحقيقيه هي في مواجهه ميليشيات الحوثي، والجنوبيون اعدوا العده وهم اليوم يقاومون ميليشيا الحوثي في اكثر من جبهه، كان في حدود محافظه الضالع او في الساحل الغربي او في جبل فرات في محافظه ابيان. لكن يبدو انه هناك بعض القوى التي تحاول ان تخدم المشروع الحوثي وتحاول ان تخلق البلابل وتحاول ان تخلق حاله من التوتر في المحافظات الجنوبيه الامنه والمستقره، ولذلك شاهدناها تتحدث عن حاله من التوتر. لكن يا سيدي كما اتت المعلومات هو بانه يعني ليس الطرف الحكومي هو المهاجم، هناك يعني النخبة الشبوانية وأيضا القوات التي وصلت إلى شبوة هي من باشرة مهاجمة المقرات الحكومية، ويعني وضع هذا التوتر الحاصل. إن تحدثنا على ما جرى في شبوة أو ما جرى في سقطرى وحول تحرك قوات النخبة الشبوانية أو تحرك قوات الحزام الأمني في سقطرى، فهذه هي قوات جنوبية لها الحق بل عليها الواجب أن تتحرك لحماية المواطنين ولأن تبسط سيطرتها في حال رأت هناك من يتحرك للعثر في الأمن والاستقرار في هذه المحافظات من قبل قوى وقوات وميليشيات جاءت من خارج الجنوب. هي بنظر الجنوبيين وهذا هو الواقع قوات احتلال لا ينبغي أن تبقى، هي إن كان هناك من منطق، إن كان هناك من عقل، إن كان هناك من شعور بالمسؤولية، فواجب هذه القوات كان في سقطرى أو تلك التي تحمي مصالح الفاسدين في شبوة كان يفترض أن تكون هذه القوات متواجدة في مواجهة مشروع الحوثي، الحوثي الذي هجر هذه القيادات وهجر الشرعية وهجر المسؤولية من بيوتها ومنازلها وصادر ممتلكاتها في صنعاء ومحافظة الشمال. كان ينبغي أن تتحرك لخوض الحرب في مواجهة الحوثي، لا أن تتحرك لتسيطر على شبوة، لأن تسيطر على بيحان وعلى العقلة وعلى منابع النفط والغاز والثروات. هذه محافظات جنوبية ومن حق الجنوبيين أن يبسطوا سيطرتهم وأن يحبوا أمن واستقرار محافظتهم. حين يتحرك من سقطرى لأن يكون حامي لميناء سقطرى، لأن يكون حامي لمصالح السقطريين، لأن يرفض الفساد، لأن يرفض التدخل من القوات التي أرسلها علي محسن الأحمر بقيادة أبو عوقة إلى سقطرى، فهذا هو المنطق وهذا هو الواقع. الأمر وضع الشاب هو ما الذي يوجد قائد من عمران أبي عوقة العوقاء في سقطرى. هذا الرجل كان يفترض أن يذهب إلى عمران ليحرر عمران، ليحرر صنعاء، ليحرر نهم، لكن هذا الوجود المرفوض والمستفز هو الذي ينبغي أن يضع هذه التساؤلات. أن تتحدث عن شرعية، أن تتحدث عن دولة غير موجودة، يعني هذا شيء يثير الضحك ويثير. طيب ابقى معي سيد منصور، سأنقل كل ما قلته للسيد مختار الرحبي مستشار وزير الإعلام إذا لم يكون قد استمع لكل ما قلته. يعني السيد مختار لعلك استمعت ما قاله الصحفي منصور صالح بأن يعني هناك الحق الكامل للقوات الجنوبية لتأمين المحافظات الجنوبية وأيضا حماية المواطنين من الطرف الذي وصفه بأنه يخدم الحوثي، فهو جاء التحرك هنا للسيطرة على المحافظات وتأمينها، وتذهب هذه القوات لمحاربة الحوثي. كيف
يعني ترون ما طرحه الصحفي منصور صالح؟ أولا ما طرحه ضيفك الكريم للأسف الشديد هو يتناقض مع نفسه، وللأسف أنه يطرح طرح سطحي ويحاول أن يمرر كذبات أثبت الواقع أنها يعني من المعيب علينا أن نردد هذه المعلومات أو هذا التحليل السطحي الساذج للأسف الشديد. من الذي جاء إلى سقطرى؟ من الذي ذهب إلى سقطرى وحاول أن يسيطر على سقطرى؟ من هم موجودين في بوابة سقطرى وفي ميناء سقطرى؟ هم سقطريين من أبناء جزيرة سقطرى. الموجودين اليوم في شبوة هم من أبناء محافظة شبوة. الرجل يكذب ويحاول تمرير كذبات بائسة. اليوم محافظ شبوة هو جنوبي، اليوم محافظ عدن هو جنوبي، اليوم القيادة هي جنوبية، الرئيس جنوبي، معظم القيادة العسكرية ومعظم القيادة الأمنية متواجدة هي جنوبية. من هم متواجدين اليوم في عدن من الحرس الرئاسي هم جنوبيين، لكن هو يريد اليوم أن تسيطر قوات ما تسمى النخبة أو الحزام الأمني الذي جاء بهم من القرى، وهي ميليشيات طائفية، ميليشيات مناطقية قروية للأسف الشديد، يحاول أن يسيطر على كافة المناطق والمحافظات في الجنوب. يريدون إعادة السيناريو السابق وإعادة الحرب المناطقية، وتحاول منطقة محددة ومثلث محدد في الجنوب، يحاول أن يسيطر على الجنوب بأكمله. يرسل الميليشيات من الضالع إلى، يريد أن يرسلها إلى شبوة، ويريد أن يرسل الميليشيات من الضالع إلى داخل أبيل، ويريد أن يرسل هذه الميليشيات إلى شبوة وإلى كافة المناطق والمحافظات. بالتالي هم اليوم يعتدون على الدولة. نحن نعيش في ظل دولة، نحن نعيش في ظل نظام وقانون، نحن نعيش في ظل شرعية معترف بها في كل أنحاء العالم. بالتالي اليوم يقول أنهم من حقهم أن يدافعوا عن المواطن، هذا حق وحيد تقوم به الدولة وأجهزة الدولة، وليس كل من شكل له ميليشيات يحاول أن يسيطر على منابع النفط ويحاول أن يسيطر على المناطق الاستراتيجية ويقول أنا أمثل الجنوب. من الذي أعطاهم الحق من أجل التصرف ومن أجل أن يكون لديهم ميليشيات وأن ينشروا الفوضى وأن يحموا كما يقول مؤسسات الدولة؟ من الذي أعطاهم الحق؟ من الذي وكلهم ليقوموا بالنيابة عن أبناء المناطق الجنوبية؟ نحن اليوم لدينا دولة معترف بها، وحتى التحالف العربي جاء ليعمل تحت إطار الشرعية وليس فوق إطار الشرعية. وإذا كان لديهم مطالب فليقدموا مطالبهم بطريقة سلمية ليقوموا بالمظاهرات والمسيرات، لكن أن يقوموا بالسيطرة على مؤسسات الدولة هذا مرفوض. هذه لغة الغاب التي لا يمكن القبول بها، ولا يمكن أن يتم تمرير مثل هذه المشاريع التشطيرية التقديمية لليمن. نعم، إذا نبقى معي سيد مختار. أرحب بضيفي من عدن المحلل السياسي فهمي السقاف. سيد فهمي مساء الخير. أهلا بك سيد فهمي، يعني كيف تقرأ ما يدور في محافظات سقطرى وشبوة؟ ما يدور في محافظات سقطرى وشبوة طبعا ليس جديدا. أصل المشكلة أو بداية المشكلة هي التحالف والشرعية. التحالف حينما أنشأ ميليشيات قيادات مسلحة خارج إطار الدولة وخارج إطار الشرعية، وبالتالي الشرعية أيضا طبقت الطرح عن ذلك وصمتت. وما حصل الآن وما يحصل داخل سقطرى مثلا هم من أبناء سقطرى الذين شكلت الإمارات ما يعرف بقوات الحزام الأمني، وقوات الأمن المتواجدة داخل سقطرى هم من أبناء سقطرى أيضا. ولا مشكلة، ما يحصل هو تمزيق وتفتيت النسيج الاجتماعي للبلد. هؤلاء الآن يقتلون بدعم طرف مدعوم من التحالف والطرف الآخر مثل الشرعية، الدولة التي ادعى التحالف انه اتى وخاض الحرب كي يعيدها الى السلطة ضد الانقلاب. فما يحصل الان هو انقلاب على الشرعية او حالة انقلاب على الشرعية. السيطرة على الجنوب بهذا الشكل من قبل الأحزمة الأمنية او النقاب، فهي ايضا صرت في هذا المنحى تعتبر ايضا انقلاب، وما في الانقلاب وفقا لتوصيف التحالف والشرعيه. ففي تقديري انه الشرعيه عليها ان تقوم بدور وعليها ان تتحمل مسؤوليه. طيب استاذ فهمي، يعني انت كنت قد ذكرت بان من يقف خلف ما يحدث هو
التحالف. يعني هناك يعني الكثير ما يشير بأن هو طرف بالتحالف من يقف وراء ما يحدث من التمرد بين فترة وأخرى على الشرعية وهي دولة الإمارات. هل ما زال هذا اليوم من صلح هؤلاء من أنشأ هذه القوات وصلحها ودربها هو الذي يتصدر. طيب بس أوضح لك الفكرة هنا، سأوضح لك الفكرة سيد فهمي. هل يعني يمكن القول أن ما زال هذه التحركات هي من تدعمها فقط دولة الإمارات، أم أن ما يحدث هو صار اليوم توجه التحالف بأكمله؟ أنا أعتقد أن توجه التحالف بأكمله، الإمارات تمضي والسعودية تقوم بالطرد وتحاول أن تدرج هذه إذا تحرك أو تملل مما يحدث. نعم. في تقديري أنه ما يحصل، طبعاً أنا أرى أوجه شبه بينه وبين ما يحصل في ليبيا وبين ما حصل في السودان. هذه بتكون نهاية هذه الضريبة تماماً للجير. نعم. إذن ابقى معي سيد فهمي. تكرم بالبقاء معي وأعود للصحفي منصور صالح معنا من عدن. سيد منصور، يعني يتحدث مستشار وزير الإعلام السيد مختار الرحبي بما ذكرته أنت حول هذه المحافظتين. هذه القوات المتواجدة في هذه المحافظتين هي قوات جنوبية خالصة، أيضا محافظي هذه المحافظات هم جنوبيين، رئيس الجمهورية جنوبي. إذن يعني ما الداعي للمغالطات بأن ما تتواجد من قوات بهذه المحافظات هي قوات شمالية وغيره من الحديث؟ نعم، أنا استمعت لهذا المدعو المستشار وأعجب من هذه اللغة الرشيكة والهزيلة وهذه الروح الخبيثة التي يحاول أن يبثها بالحديث على المناطقية والقروية والطائفية، وهو لا يعني ربما لا يعي ولا يفهم ما معنى أن يقول طائفية وقروية. نحن نتحدث عن مشروعية شعبية، مشروعية دماء الشهداء الذين يناضلون من العام 2000 من عام 1994 واستمرت واستطاع الجنوبيين وحزبي يحرروا ارضهم في العام 2015. مساله الشرعيه التي يتحدث عنها هي لا تمنح من هذا الرجل، هو لا هو ولا سلطته يملكون الحق بان يعطوا للجنوبيين حق او ان يتقدموا بالنصائح للجنوبيين وان يتحدثوا عن مؤسسات الدوله في الجنوب. مؤسسات الدوله في الجنوب هي ملك الجنوبيين وحمايه ارض الجنوب هي مهمه الجنوبيين وهذا حقهم، وهذه امور انتهينا منها نحن في الجنوب ولم نعد نفكر في لكن سيدي الجنوب ليس هو الانتقالي. يعني هذا الحديث قد دار كثيرا وقد اكد كثيرا بان هناك جنوبيين كثر يؤيدون الرئيس هادي ويؤيدون الشرعيه، بمعنى يعني لغة أنه هناك ممثل حصري للشارع الجنوبي. هذه مسألة شائكة ولها ويجب يعني أن تحدد بوسائل قانونية. نحن لا خلاف ولا نتحدث الآن عن المجلس الانتقالي الجنوبي، نحن نتحدث عن أرض جنوبية وعن شعب جنوبي خرج عن بكرة أبيه لرفض الاحتلال الواقع عليه منذ عام 94. الرئيس هادي هو مرحب وشرعيته معترف بها. الصراع الموجود حاليا هو بين مشروع جنوبي ينادي باستعادة الدولة الجنوبية والأرض الجنوبية وأيضا تمكين الجنوبيين من إدارة أرضهم. هذا المشروع لا خلاف حوله وسنلتقي مع أي جنوبي كان من كان إلا من كان يحمل مشروعا مدفوع من قوى وأحزاب صنعاء وتلك الأحزاب التي تحاول أن تعيد الاحتلال بوجه آخر عبر وجوه جنوبية. لا خلاف معنا حول أي قوى جنوبية، القوى كل الشخصيات والمسؤولين الجنوبيين نحن وأن تباينت الآراء فنحن متفقون على أن الجنوب ملك الجميع وهو لن يكون إلا بجميع أبنائه ولكل أبنائه. هذه مسألة محسوبة، نتمنى أن فقط أن يطلع منها هؤلاء الذين ينفقون بالكير والذين يحاولون إنزال إثارة النزاعات والبلابل ما بين الجنوبيين. لن نختلف كجنوبيين ولن يكون المجلس الانتقالي الجنوبي مصادرا لآراء الشارع الجنوبي، هو يحظى فعلا بثقة والتفاف كل يعني أغلبية الشارع الجنوبي الذين فوضوا الرئيس عيدروس قاسم الزبيدي في الرابع من مايو العام 2017 لتشكيل كيان جنوبي يمثل القضية الجنوبية ويدافع عنها ويحملها
ويكون رافعة لها، وهذا شرف للمجلس التقليدي الجنوبي، وهو يؤدي هذه المهمة بقوة واقتدار حتى هذه اللحظة ويحظى بثقة الشارع. القوات الموجودة في الشارع هي القوات الموجودة في المحافظة الجنوبية، هي قوات جنوبية خالصة، وهي توالي المجلس الانتقالي الجنوبي، لكنها ليست قوات تدفع المجلس الانتقالي الجنوبي، هي قوات من المقاومة الجنوبية، هي قوات أمن، وهي قوات جيش جنوبي من الجيش السابق، وحتى من الجيش الحالي المضوي في إطار الشرعية، هم أيضا من الجنوبيين، هم مع استعادة دولتهم، وهم قاتلوا وسيقاتلون في سبيل هذه المهمة. وضحت الصورة. نتمنى أن يتركنا الآخرون للمضي في بناء جنوبنا، وأن يتركوا لنا فسحة من أو مجال لأن نخلق معهم علاقة ود وعلاقة حسن جوار ما بيننا وما بين أخواننا وأهلنا في الشمال. مسألة فرض الوحدة بالقوة انتهت، مسألة السيطرة على ثروات الجنوب واستئدار لصالح قوى الفساد في الشمال وفي صنعاء. وضحت فكرتك سيد منصور، أشكرك جزيل الشكر. منصور صالح كاتب صحفي، كنت معنا من عدن، وأعود لمستشار وزير الإعلام السيد مختار الرحبي. سيد مختار، هذه الأحداث التي شهدناها في شبوة وأيضا في سقطرة وصفتها أنت في بداية الحلقة بأنها محاولة انقلابية، هل يمكن القول بأنه تم تجاوز هذه المحاولة وأن هاتين المحافظتين باتتا مؤمنتا بالكامل؟ بالنسبة لمحافظة سقطرة، هي تم إخماد الانقلاب وتم السيطرة على الميناء، ولكن في محافظة شبوة ما تزال هناك بعض يعني المناطق داخل عاصمة شبوة في عتق ما تزال بيد الانقلابيين الذين يمارسون أفعالهم كما مارست الميليشيات الانقلابية في صنعاء. يعني ما الفرق بين الانقلاب الميليشيات الحوثية في صنعاء التي انقلبت على الدولة وعلى مؤسسات الدولة، وبين ما تقوم به هذه الميليشيات المرتبطة بالإمارات؟ هي نفس الأعمال، نفس التصرفات، نفس الخطوات، حتى الخطوات يقومون بنفس الخطوات، وهي السيطرة على المؤسسات الدولة، السيطرة على مباني المحافظة، السيطرة على المعسكرات والموانئ والمطارات. نفس يمكن أن نوصف ما يحصل في الجنوب اليوم هو نفس ما حصل في الشمال في 2014، انقلاب مكتمل الأركان على مؤسسات الدولة في ظل صمت للأسف الشديد من قيادة التحالف العربي ودعم مباشر من قبل دولة الإمارات. المدرعات التي خرجت في عتق هي مدرعات إماراتية، المدرعات التي خرجت العام الماضي في عدن للانقضاض على قصر معاشيق هي مدرعات إماراتية، الأسلحة التي استلمها الميليشيات في سقطرة هي أسلحة إماراتية. فكل هذه سيد مختار، هنا فقط نقطة بسيطة، يعني دائما هي بالفعل الإماراتية من تقف وراء يعني هذه النخب، ولكن صمت السعودية من يعني إبداء أي موقف وهي قائدة لهذا التحالف، التحالف بشكل عام هل بات اليوم مع هذا المشروع الذي يحدث على الأرض؟ لأنه ليست المرة الأولى التي تحدث محاولة انقلاب على الشرعية، بل هي محاولات كثيرة وسابقة، بمعنى هل التحالف بشكل عام متفق مع ما يحدث اليوم؟ لا أعتقد أن التحالف أو قيادة التحالف المملكة العربية السعودية مع تمزيق اليمن أو مع ما تقوم به الإمارات. المملكة العربية السعودية نعرف حجم الضغوطات التي تمارس عليها، وهي بحاجة للإمارات، لأن الإمارات لديها لوبي غربي ولديها أيضا تقدم مساعدة كثيرة للمملكة العربية السعودية في حرب اليمن. لكن نحن كيمنيين نقولها في وجه الجميع، نحن تضررنا من وجود الإمارات. اليوم هناك مطالب شعبية لطرد الإمارات. الإمارات اليوم أصبحت تمثل عقب تمثل اليوم حجر عثرة أمام اليمنيين. اليوم الإمارات بدل أن تأتي لمساعدة اليمنيين أصبحت الإمارات اليوم جزء من الإشكالية التي حصلت في اليمن. الإمارات اليوم تشكل ميليشيات. اليوم الإمارات حينما تدعم هذه الميليشيات المنتشرة في الجنوب هي ليس لخوض معركة ضد الشمال. هذه الميليشيات المتواجدة في الجنوب هي قنابل موقوتة للجنوب. اليوم الميليشيات التي تدعم في عدن وفي شبوة وفي حضرموت وفي كافة المناطق هي الغرض منها أن تظل متناحرة فيما بينها البين، وتظل الإمارات تسيطر على الموانئ، على المطارات، على المناطق الاستراتيجية، على باب المندب، على ميناء عدن، على كل المناطق الاستراتيجية والهامة في المحافظات الجنوبية. نعم، أشكرك جزيل الشكر سيد مختار الرحبي مستشار وزير الإعلام، كنت معنا من الرياض، وأعود لضيفي المحلل السياسي فهمي السقاف. سيد فهمي، يعني كيف نفهم صمت الشرعية إزاء ما يحدث على الساحة اليمنية؟
صمت الشرعيه والاستاذ لم يعد لا اي مبرر في تقديري رغم معارض بالاحداث التي تجري. نعم. اجراء الاحداث التي تجري في الجنوب او ما يطلق عليه المناطق المحرره، فصمت الشرعيه اصبح غير مبرر بالمطلق. على الشرعيه ان تقوم حديث مصارعه واضح وشفاف مع التحالف بقياده السعوديه. اذا كانت السعوديه تقوم بالصرف عما تفعله الامارات، انا في رايي في تقديري هكذا الامر، مش لا يعقل ان السعوديه لا تعلم بما يدور في الجنوب. العكس. وبالتالي حينما يتململ احد قاده الشرعيه وزيرا هنا او هناك و يذكر ما يحصل في الجنوب ويصرف ما يحصل في الجنوب بشكل صريح وواضح، لا احد يسمع منه، يريدوا ان يسمعوا فقط من الرئيس عبد الربه. في تقديري ان على الحكومه والاحزاب وكل المسؤولين في الشرعيه ان يتفقوا على الرئيس عبد الربه ويحل موقف واضح ومحدد اذا ما يحدث. إذن أعتذر منك سيد فهمي، هناك مشكلة في الصوت، يعني يبدو أن هناك مشكلة في الشبكة لديك والصوت لا يسمع بشكل جيد، ومع ذلك داهمنا الوقت ووصلنا إلى ختام حلقة الليلة. أشكرك جزيل الشكر على ما أوضحته سابقا المحلل السياسي السيد فهمي السقاف، وشكري أيضا لمستشار وزير الإعلام السيد مختار الرحبي كان معنا من الرياض، وأشكر أيضا الكاتب الصحفي منصور صالح كان معنا من العاصمة المؤقتة عدن. وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات معد هذه الحلقة الزميل ماهر أبو المجد، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى نلتقي في حلقة قادمة، في أمان الله.